السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلم محمد أبو عبد الرحمن بجميع أنواع تشطيب الوجهات. النهارده ان شاء الله باذن الله عن الشغل اللي هو بديل الطوب الفرعوني والحجر الهاشمي، فطبعا كل واحد بيبقى نفسه ان هو وجهته تبقى طبعا احلى حاجه، والشغل ده ان شاء الله باذن الله يعني مش مكلف زي ما انتم متخيلين. يعني طبعا لو انت هتعمل وجهتك مونه سمراء والجرافيت والجرانيت محتاج طبعا لونش، وطبعا هيبقى فيه مهدله. يعني المونه السمراء والجرافيت والجرانيت ده طبعا بيبتدي يبهت بعد مثلا 3-4 سنين، المونه الملونه منتج ضمان بتاعه بيزيد عن 10 سنين، الحاجات كلها جايه جاهزه ومتحبيه في الشكاير، وبنبتدي طبعا نضيف لها الميه بس. يعني يعني مش بنحتاج اسمنت ولا رمل؟ لا مفيش اسمنت ولا رمل، هو المنتج جاهز بجميع الوانه طبعا، يعني زي النقاشه والكلام ده كله.